حكم الصلاة على الأموات الذين ماتوا في الزلزال ليس من السنة، ليس من السنة كل ما مات شخص في أي بلد نصلي عليه صلاة الغائب، لا، وإنما صلاة الغائب شرعت إذا غلب على الظن أو تيقنا أن الذي مات في هذه البلاد لم يصلى عليه، إذا غلب ظنه لم يصلى عليه نصلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي على النجاشي صلى الله عليه وسلم. أما أن تأخذ سنة كل ما مات أحد صلينا عليه، كل يوم يموت مسلم، بل مسلمون في كل بلاد الإسلام، فالإنسان إذا كان كل ما مات واحد صلى عليه صلاة الجنازة حتى الفرائض ما يقدر يصليها، يكون وقت أكيد في ميت، غير صحيح هذا كلام.